وللحديث عن المخاطر التي تحيق بالبصرة والعراق عموما بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب في محافظة البصرة، معنا من ستوكهولم الدكتور نظير عباس الأنصاري. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا أخي. دكتور، من موقعك وخبرتك في هذا المجال، مشكلة اللسان الملحي التي ظهرت في البصرة مؤخرا، هل هي مشكلة حديثة ظهرت في المحافظة أم لها جذور تاريخية؟ بالحقيقة هذه الظاهرة مو جديدة، لأنه من انقطعوا الإيرانيين تصاريف نهر الكارون اللي تمثل تقريبا 50% من تصريف مياه شط العرب، بدأت مياه البحر أو الخليج تصعد إلى مناطق أعلى، يعني وصلت إلى تقريبا هور الحمار. إضافة إلى هذا، بقية الروافد اللي قطعوها آخرها سيروان، فلذلك صار مثل ما ذكرته بالتقرير، مثلا تصريف ديالة صار صفر تقريبا، فمعناها أنه المياه الداخلة إلى شط العرب صارت أقل بكثير. إضافة إلى ذلك، أيضا ذكرت بالتقرير مياه البزل والمياه العادمة من المصانع الإيرانية صارت أيضا تصرف إلى شط العرب، فلذلك ازدادت الملوحة، وهذه الحقيقة راح تأثر مو بس على نوعية المياه وإنما على التربة أيضا، راح تصبح غير صالحة للزراعة إطلاقا. نعم. وفي تقرير ايضا من الامم المتحده، يعني تقرير قديم 2010، يقول اذا ايران وتركيا نفذت كل مشاريعها الروائيه او المائيه او الهيدرولوجيه، فنهري دجله والفرات راح يجفون سنه 2040. اضافه الى ذلك، العام الماضي اصدرت تقرير اخر للامم المتحده تتحدث به عن تردي نوعية المياه وقلة التصاريف في المحافظات الوسطى والجنوبية من العراق. نعم. واللي يقرأ هذا التقرير يشوف أنه في أرقام مذهلة، يعني الملوحة واصلة إلى أرقام لا تصلح للشرب ولا للزراعة طبعا، ومما دفع آلاف الناس إلى ترك محافظاتهم واللجوء إلى محافظات أخرى نتيجة. لكن السؤال نوعية دكتور، المياه. السؤال دكتور الآن، لماذا تقطع إيران هذه الروافد الواصلة؟ لماذا تقطعها؟ إيران تستغل مع الأسف، يعني إحنا من نتكلم لازم نتكلم بصراحة، الوضع الحالي بالعراق سواء على الصعيد السياسي أو العسكري أو الاقتصادي أضعف وضع في المنطقة، فلذلك إيران جاية تستغل هذا الوضع وتنفذ كل مشاريعها الإروائية حتى تكتفي ذاتيا بالمياه، لأنه هم يعرفون مشكلة التغير المناخي وتأثيراته، فلذلك هم جايين يستغلون الوضع في العراق، لأنه ماكو أي جهة خلينا نقول تعترض، سواء وزارة الموارد المائية صدرت العام الماضي اعتراض على تخفيض تصاريف ديالة والزاب الأسفل والآن حول ديالة، لكن هذا ما يكفي أبدا، المفروض الحكومة العراقية تبحث هذا الشيء بمجلس الوزراء وتتخذ قرار صارم تجاه هذا الأمر، والبرلمان المفروض يأيدها. نعم. وكل الكتل السياسية، لأن هاي مشكلة تتعلق بمصير البلد ومصير المواطنين كافة، فهذه مسألة خطيرة جدا. لا يجب من التجارب السابقة دكتور، هل الحكومة ومؤسساتها المختلفة تمتلك حلا لهذه المشكلة أو تمتلك الأدوات اللازمة للضغط على إيران على سبيل المثال لحل هذه المشكلة؟ نعم، أنا وغيري صار أكثر من 10 سنين نكتب عن هذا الموضوع، وقلنا التفاوض مع إيران أو تركيا حول المياه فقط لا يجدي نفعا، لأنه المنابع عندهم، لكن إذا كانت المفاوضات تشمل الأمور العسكرية والأمنية والتجارية ومن ضمنها المياه، راح ممكن أن نتوصل إلى اتفاق معهم. ليش؟ لأنه إحنا نستورد مليارات الدولارات من المواد من إيران، وأكو عشرات الشركات إذا مو مئات من الشركات الإيرانية تشتغل بالعراق، وهذا يهمهم، زائدا الوضع الأمني أيضا
بالنسبة لهم مهم جدا، واحنا عندنا أطول حدود معهم من جهة الشرق، يعني الحدود العراقية الإيرانية أكثر من 1000 كيلومتر. نعم. فلذلك الوضع الأمني يهمهم، زائدا الوضع الاقتصادي، وما نتيجة الحصار اللي فرضته أمريكا عليهم عايشين علينا أصلا تقريبا. فلذلك هذا الشيء مهم، وهاي ورقة المفروض تستغلها الحكومة العراقية في التفاوض حول مسألة المياه مع إيران. نعم. دكتور، هيومان رايتس ووتش في تقرير سابق اتهمت السلطات الحكومية بتعريض حياة ملايين العراقيين للخطر. إلى أين يسير العراق في حال لم يوضع حل لهذه الكارثة البيئية؟ أنت قبل قليل تكلمت عن أحياء كاملة هجرت منازلها. صحيح. وذهبت إلى أماكن أخرى، لكن المشكلة تتفاقم. صحيح. المشكلة الكبرى أنه المختصين العراقيين مثلي وغيري من يتكلمون عن هذا الموضوع ما حد يقرأ الظاهر ولا حد يدربه. هسه ما لازم يا أخي، إحنا خلينا نقول بنزيد الشغلة. مو هاي هسه أنا ذكرت تقرير يعني الأمم المتحدة، وحضرتك ذكرت تقرير اللي هي Human Rights Watch. يعني ما تفكرون البلد هذا ايش راح يصير به. المفروض أنه تتخذ الحكومة إجراءات سريعة جدا في هذا المجال، وبعكسه راح نفقد آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية، تصير صحراء قاحلة الحقيقة، زائدا مشاكل أخرى مثل العواصف الترابية. يعني أحد تقارير الأمم المتحدة أيضا يقول سنة 2012 كان هناك 283 يوم مغبر في العراق مع 112 يوم عواصف ترابية. هذه مو كلها تأثر على البيئة وعلى الإنسان وعلى الحياة في هذا البلد. نعم. لذلك أنا أدعو الحكومة العراقية وكل الكتل السياسية بغض النظر عن انتمائها، هذا يا أخي حياة البلد والمواطن، إذا ما اتخذوا أي إجراء سريع يعني البلد راح يمر بأزمة خانقة كبيرة جدا جدا. نعم. مع الأسف. نتمنى دائما الخير والسلامة للشعب العراقي. شكرا لك دكتور نظير عباس الأنصاري المتخصص في شؤون المياه، كنت معنا من ستوكهولم.